مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من البلاد اليوم التي نناقش فيها الوثائق الذي عرضه التلفزيون الجزائري سهرة أمس، والذي كشف فيه عن المخطط الخطير، عن المخطط القذر الذي تشارك مثلث إرهابي، مثلث دموي، مثلث فتنوي لضرب وحدة واستقرار الجزائر وأمنها. هذا المخطط من إخراج الصهاينة والمخزن والماك، ثلاثي يحاول أن يضرب وحدة الجزائر، ثلاثي يحاول أن يحدث الفتنة، ثلاثي يحاول أن يروج لخرافة الانفصال وللنزعة الانفصالية في الجزائر. ما عرض أمس يكشف وبالصور وبالأدلة وبالاعترافات أن هذا الثلاثي المجرم الإرهابي العدواني ضد الجزائر قد استغل كل الفرص وقد استعمل كل الوسائل، وكالعادة لما يكون هنالك مخطط خارجي وبتنفيذ أياد داخلية تبدأ الشبكات بالتكون حلقة تلو الحلقة وحلقة وارتباطها بباقي الحلقات، لكن ما توصلت إليه مصالح الأمن الجزائرية قد فكك هذه السلسلة القذرة وهذه السلسلة الحقيرة التي تحاول المساس بأمن واستقرار الجزائر. لم يعد من باب التنظير أو من باب فقط تحليل أن نقول أنه يوجد تحالف بين الصهاينة والمخزن والماك، بل هنالك حقائق في الميدان تشير فعلا إلى أن هذا التحالف متكون وجاهز ومتربص دائما بالجزائر، من ولايات في الجزائر إلى المخزن إلى حتى إلى الكيان الصهيوني وإلى فلسطين المحتلة. كانت هذه سلسلة الفتنة ومخطط الفتنة واتجاه الفتنة الذي تم إخماده والذي تم إفشاله لحسن حظنا، طبعا هذا بجهود الخيرين من أمننا ومن مختلف الجهات في الجزائر. للحديث حول هذا الموضوع من باب الكشف الإعلامي ومن باب كشف الحقائق للعالم إزاء هذا المخطط الإرهابي وإزاء هذا المثلث الإرهابي ضد الجزائر، وأيضا من الجانب القانوني ماذا تعني هذه الاعترافات، ماذا تعني هذه الأدلة، أسعد بأن يكون معي هنا في الأستوديو الدكتور العيد زغلامي أستاذ إعلام بجامعة الجزائر. أهلا بك دكتور. مساء الخير، شكرا على استضافتك. مرحبا بك وإلى ضيفك الكريم ولا طاقم عملك كذلك متفرجي قناة البلاد. مرحبا بك دكتور. ومعنا أيضا عبر سكايب الأستاذ نجيب بيطام المحامي. مساء الخير أستاذ بيطام. أهلا وسهلا. مساء الخير لضيفك الكريم. أهلا دكتور زغلامي، لو أبدأ معك هنا في الأستوديو، ماذا يعني هذا الكشف بالصوت والصورة والأدلة والاعترافات؟ مخطط لضرب استقرار الجزائر، مخطط دموي، كانت نواياه دموية واضحة حقيقة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نظن الآن لا داعي أن نقول أن هناك أيادي خارجية أو أحد من هذا القبيل، هناك حقائق ودامغة من موسى. فنحن الآن الجزائر الآن تتعرض إلى ما يسمى بخصائص ومميزات حرب الجيل الرابع، وهي الحرب التي تخطط من الخارج وتنفذ بأيادي داخلية. هذا ما حدث. إضافة إلى الجيل الرابع أو النوع من الجيل الرابع، هناك جيل الخامس، واستعمال كل هذه الشبكة. دخلنا في ميدان الشبكيات بين طبيعة الحال أيادي داخلية وأيادي خارجية. طبيعة الحال الآن لا يمكن أن أي واحد أن يجهل أو يتجاهل بأن الجزائر تتعرض حقيقة إلى محاولة لنزف استقرارها وزعزعة أمنها. إذن لا داعي إلى أي تبريرات، الأمور واضحة وضوح الشمس. يعني هذا بحسب يعني توصيف يعني مختصين في الجيو استراتيجي، هذه من البروكسي وورز. بروكسي وور، وهي الحرب بالوكالة. نحن الآن كما قلت نحن أمام حروب من الجيل الرابع، وهي توظيف أيادي داخلية بإعاز خارجي، والحرب الجيل الخامس هي توظيف شبكات، يعني الشبكيات والمنصات وغيرها،
يعني بدون ما يكون فيها حضور يعني حضور شخصي. هذا الذي الآن يعني يحدث، والجزائر أصبحت يعني في قلب هذه الحروب. يعني لماذا؟ كان الهدف واضح، تشكيل ميليشيا، تشكيل ميليشيا، وحتى فيها الجانب الفتنوي، الألبسة الخاصة بالقوات الأمن، بالجيش الوطني الشعبي، بالشرطة الجزائرية، وبأمور كثيرة. المخطط كان له تحضير سابق ودقيق. الماك هو زار الحركة الانفصالية، وهو زار وزارة إسرائيل، زار الكيان الصهيوني أكثر من مرة. إذن هناك تنسيق متطور، والذي زاد دعم الأمور هو بطبيعة الحال المخزن، والذي اطلع، قولها ربما كثير لم يطلع على الاتفاق بين الكيان الصهيوني والمغرب، يتحدثوا على هذه الأمور جزئيات. لما نقرأ بنود الاتفاق بين المغرب والمخزن، وانا اطلعت عليه، هناك إعلان حرب علني على الجزائر. يعني بعبارة أخرى، المغرب المخزن أصبح دولة معادية، وهي تستقوى بالنظام بالكيان الصهيوني، وتوظف المنظمة الإرهابية الماك لتجسيد هذا المخطط. يعني كل قرن موجودة. فإذا على الشعب الجزائري الآن، وعلى كل واحد خير من هذا البلد، أن يدرك جليا بأن مواقف بلده، بأن استقرار بلده، في خطر. نعم. فعليه أن يدافع على بلده. طبعا أستاذ نجيب بيطام، بلغة القانون، بتوصيف القانون، بتكييف القانون، ما شاهدناه أمس في هذا الوثائقي، كيف يكيف وكيف يصنف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من الناحية القانونية، ما شاهدناه في الريبورتاج البارحة يشكل أو يمكن أن يوصف بأنه عمل إرهابي وفق لإحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تعرف الفعل الإرهابي أو التخريبي بأنه كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية. إذن هذه الأفعال هذه تشكل فعل إرهابي يعاقب عليه قانون العقوبات، أيضا يشكل جريمة منصوص عليها في أحكام الأمر 97-06 المؤرخ في 21 جونفي 1997، وهو الأمر المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، ولا سيما أحكام المواد 4 و5 و32 منه، والتي تصنف هذا الأنواع من الأسلحة والذخيرة على أنها أسلحة حربية وذخيرة حربية، وتعاقب عليها بموجب أحكام المادة 32 من هذا الأمر. طبعا الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، لأنه هذا فعل ليس منعزل، ليس فعل انفرادي قام به شخص واحد فقط، إنما هذا الفعل الإجرامي شرع في ارتكابه وفي تنفيذه، ربما لولا أن آثاره قد خابت بفعل فطنة مصالح الأمن، بفعل فطنة الرجال الواقفين، يوصف بأنه تنظيم إرهابي، لأنه يشمل عدة أشخاص من داخل الوطن ولهم صلة بالمدبرين والمخططين من خارج الوطن، وهذا باعترافهم الصريح بانتمائهم وتواصلهم وعملهم مع أشخاص من خارج الوطن يشرفون ويرأسون التنظيم الإرهابي المعروف باسم الماك. إذن هذه أفعال إجرامية يجرمها قانون العقوبات الجزائري تحت وصف التنظيم الإرهابي والأفعال الإرهابية وحمل أسلحة وذخيرة حربية ممنوعة قانونا. نعم، وحتى فيه يعني محاولة لحتى تشكيل ميليشيا مسلحة. نعم، شوف، أعود بك أخي علي وبالمشاهد الكريم، كل جزائري يفتح اليوتيوب ويعمل ندوة أو تصريح فرحات مهني في لندن في صحيح. بريطانيا قالها مباشرة، سوف نبني ميليشيا. نعم. قالهم لي ما لا، ما فيش مشكل بالنسبة لي، لا، دار ندوة وأعلن صراحة، لا يحضرني التاريخ بالضبط، أعلن صراحة دعوته لساكنة المنطقة العزيزة على الجزائريين، لمنطقة القبائل،
أن يتسلحوا، أن يحملوا السلاح بدعوى حماية أنفسهم، فهي دعوة مباشرة لإقامة تنظيم مسلح في الجزائر. ولما يتكلم من بريطانيا يتكلم هذا الكلام في ندوة، هو كان في بريطانيا في زيارة أعتقد ودار ندوة وتكلم دعم، معناتها أنه هو مستعد لدعم هذه الميليشيات في الجزائر وتمويلها بالأسلحة والآليات وحتى بالأموال. نعم. إذن هذه بذرت هذه الدعوة، هذه واحدة. نعم. فقط ربما التحقيقات قد ستكشف، لأنه التحقيق مش راح يتوقف فقط عند هذا المجموعة. أكيد أنه مصالح الأمن راح تعمل في هدوء وفي سرية للتوصل إلى بقية. نعم، أعضاء بيطام. هذا التنظيم. نعم دكتور العيد الزغلامي، مثل ما قال أستاذ بيطام، هذا المقطع شهير جدا، وربما ليس فقط مقطع واحد لفرحة مهني زعيم هذا التنظيم الإرهابي الماك، وهو يدعو صراحة إلى إنشاء تنظيم مسلح. هذا التنظيم المسلح هو أكيد لقتل الجزائريين، لسفك الدماء، لفتح أبواب يعني مواجهات دموية. هذا وهو يتنقل من عاصمة إلى عاصمة، عواصم الغرب التي لو فيه واحد يجي منا في الجزائر ويقول سوف نقوم بجرح قطة تنوض هذه المنظمات وتنوض هذه الحكومات وتنوض هذه المنظمات الغير حكومية وتقول لك هذا دعوة للعنف، بينما هذا من عاصمة لعاصمة ويهدر وميليشيا، لماذا هذا العماء؟ هو في الحقيقة هذا ما يؤكد أن هذه الحركة صنفت إرهابية لسبب ما تقوم به، يعني ونواياها ونواياها المعلنة والخبيئة يعني الغير معلنة. طبيعة الحال قد يتساءل لماذا الماك أو رئيس هذا العصابة أو رئيس هذا المجمع الإرهابي يعني متواجد في قلب باريس، لماذا السلطات الفرنسية لا تريد التعامل مع السلطات الجزائرية حول هذه القضية، وأن الآن على الجزائر لديها يعني قرائن ملموسة دامغة كما يقال. نظن هناك الغرب بصفة عامة يتعامل حسب المصالح. لو هو دكتور، هل هو متغاضي يعني كما يقولوا بالدرجة ضرب النح، أم متواطئ؟ لا أقول متواطئ، ولكن هو يريد الحفاظ على مصالحه بطريقة دبلوماسية بطريقة ملتوية. خليني أقول فقط في قضية تواجد الماك في فرنسا، لو غدا يعني الجزائر تصور أن هناك يعني أقول منظمة مثلا كما وقع في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، منظمة أفلنسي يعني الجبهة الوطنية لتحرير كورسيكا متواجدة في الجزائر، ما هو موقف الفرنسيين من هذا؟ إذن لابد على السلطات العمومية الجزائرية أن تعيد النظر في هذه المعادلة، لأن لا يعقل هذا أمر خطير جدا ما وقع يوم أمس، وأنظن كل عالم على دراية بما وقع على السلطات المعنية، هي السلطات المعنية الفرنسية هي لأنها هي التي تأوي يعني الإرهابي وصاحب هذه الحركة الإرهابية، تعطي له كل يعني الصلاحيات إضافة إلى المخزن بطبيعة الحال. نظن هنا أنا لست مختص في القانون الدولي، ولكن على الجزائر أن تقوم بمتاب أن تقوم بشكوى إلى أهل إلى أهل إلى السلطات المعنية، وفي نفس الوقت تشكي تقدم شكوى إلى القوى. نعم. يعني القوات أو بالأحرى السلطات الفرنسية في حاجة إلى هاي الأدلة. ربما سوف نطرح هذا السؤال على الأستاذ بيطام لكن بعد الفاصل، لكن قبل الفاصل وباختصار أستاذ، في نقطة شاهدنا أنه ملابس الجيش الوطني الشعبي وملابس ربما حتى الحماية المدنية مختلف قطاعات الأمن في الجزائر تملكها هذه الجماعة الإرهابية أو عملائها هنا في الجزائر، في رأيك هل ربما كان يراد منها حملة تشويه إعلامية، مثلا يقوموا بنشاطات إرهابية وبجرائم ويصوروها على أساس أنه يعني الجيش الوطني الشعبي أو مختلف الجهات الأمنية هي التي نفذتها، وبعدين نعرف الدعاية الإعلامية وكيف ستسوق للعالم وكيف سيهتم بها العالم؟ لا، عادة الميليشيات المسلحة تلجأ إلى يعني مثل هذا النوع من الألبسة اللي تحمل رموز الطابع العسكري حتى تعطي لنفسها صورة تنظيم، لما تخرج في فيديوهات وفي صور بلباس عسكري
لا بس هذا يعني دكتور أستاذ بيطام، هذا تقليد، هذا تنظيم كان فيه تقليد واضح. نعم كان فيه تقليد واضح للجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية، مش فقط يعني ميليشيا باش يلبسوها فقط. لا هو هذا السيد اللي ضبطوا عنده هذا اللباس هذا حسب ما ورد في التقرير كان من مجموعات الدفاع الذاتي في وقت ما، لكن للأسف انحرف عن المسار الوطني تاعو وانساق وراء التيار هذا نتاع التنظيم هذا الإرهابي، فحاول يستغل ربما ذلك اللباس الذي كان عندهم من قبل فضلا عن لباس آخر، لأن يتساءل هذا اللباس تاع الحماية المدنية من جهة ويبدو لباسا جديدا، يعني السؤال مطروح منين جاب كل هذا الألبسة هذه. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التحضير، وأنا قلت لك التحقيق ما راحش يتوقف عن 3 أشخاص هذا ولا 4، أعتقد أنه فيه أشخاص أخرى ستكشف التحقيقات عن تورطهم في هذا العام. نعم أستاذ بيطار الإرهابي التحضيري، إذا حيازتهم لهذه الأسلحة هي بمثابة يعني العدة، إعداد العدة لتشكيل ميليشيات مسلحة بلباس شبه عسكري. طبعا وسيكون سؤالنا الأساسي في الجزء الثاني من هذه الحلقة رفقة ضيفينا أستاذ نجيب بيطام والدكتور العيد زغلامي، ماذا بعد؟ ماذا بعد وماذا سيترتب على هذه الحقائق وعلى هذه الاعترافات وإلى أين ستمضي هذه القضية؟ فاصل ثم نواصل مشاهدينا. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام، البلاد اليوم مستمرة معكم، طبعا موضوعنا حول مخطط الفتنة الذي خطط له ثلاثي الإرهاب ضد الجزائر، الكيان الصهيوني، المخزن المغربي، وحركة الماكة الإرهابية. طبعا أعيد الترحيب بضيفي الكريمين هنا في الاستوديو الدكتور العيد زغلامي أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر، وعبر سكايب الأستاذ نجيب بيطام المحامي. أهلا بك مرة أخرى أستاذ بيطام. أهلا وسهلا. أهلا دكتور العيد زغلامي، دائما لما كان هنالك من يقول أنه فيه مخطط صهيوني ضد الجزائر، وكأنه كان بعض الناس يقول لك لا الجزائر بعيدة جغرافيا، وحتى أنه يقول لك الرواية فيها مبالغات، وأنه هذه مجرد روايات فقط لأغراض سياسوية الاستفادة منها. اليوم لما تكشف مثل هذه الأمور أنه هذه الجماعة كانت عندها ارتباطات مع صهيونية مقيمة في الكيان الصهيوني، وعندها أولادها عندهم ارتباطات مخابراتية وتمويل واضح والاتصال واضح والمراسلات كانت واضحة، ما هي الرسالة لهذه الحقائق؟ نظن لا داعي إلى يعني فتح أبواب مفتوحة، يعني هذا بعبارة أخرى الأمور واضحة، اكتشفت الأمور، ونظن على كل واحد منا في البلد يعي جيدا بأن الجزائر تتعرض إلى مؤامرة وإلى محاولة زعزعة استقرار البلد، وبديهي أن الاتفاق الذي وقع مؤخر العام الماضي بين المخزن والكيان الصهيوني هذه تداعياته، هذه نتائجه الأولية، لأن الآن ما يحدث على حدودنا الغربية هناك محطات تصنت، هناك محطات تجسس، شفنا يعني التهديد العلني يا إير لابيد مع بوريطة. لابيد الصهيوني يقول لك الجزائر تمثل قلق وتمثل خطر، وبوريطة يصفق ويبتسم، الأمر واضح هنا. الأمور واضحة، وكما قلت الذي قرأ الاتفاق اللي وقع بين المخزن والكيان الصهيوني يعرف جيدا نحن نتجه نحو هذا التصعيد. أنا شخصيا لست مفاجئ بهذا الأمر، لأن الأمور مخططة، يعني غير الذي لا يريد أن يرى الأمور، الأمور مخططة ومدققة، والآن بصدد تنفيذها. ووضح هذا لن يكون المحاولة الأولى، لن تكون المحاولة الأخيرة. لهذا المطلوب من الجزائر أولا هو التكثيف من العمل الاستخباراتي والاستعلامي، وعلى المواطن أن يكون جزء من العملية الأمنية، ليس لن يكون متفرجا، لأن مصير بلده ومستقبل بلده في خطر. هذه حقوق، هذه حقائق، القرائن موجودة كما قلت دامغة، إذن لا داعي إلى الشك في هذا وذاك. ورأينا ما حدث طبيعة الحال مؤخرا من الحرائق طبيعة الحال والأيادي الخفية للمخزن والماك وغيره من المنظمات الإرهابية. إذن هل نحن في حاجة إلى مزيد من القرائن؟ لا، نظن الآن
على الجزائر كما قلت قبل ما نعطي الكلمه للاستاذ الكريم يعبر على هل هناك متابعه قانونيه دوليه ام لا. راح نسالوا على هذا الموضوع. النقطه الاولى هو على المواطن الجزائري ان يكون حريص ويقظ بان امن بلده في خطر. لهذا نظن هنا لابد يكون فيها تلاحم بين الاطراف، لان القضيه الامنيه ليس قضيه مصالح الامن فقط، هي قضيه المواطن المواطنين بامتهم، وعليهم ان يساهمون بطريقه مباشره في الحفاظ وتجسيد الامن في البلد. نعم استاذ بيطام، اذا كان العملاء الذين ينفذون او كانوا يخططون لتنفيذ هذا المخطط الدنيء هنا في الجزائر، فكيف ستكون اليد القانونية حيال من خطط في الخارج، خصوصا المخزن ومسؤوليه الكيان الصهيوني والماك ومن يأويه؟ دكتور دغلامي قال لفرنسا، أنا أقول لك الماك ومن يأويه. نعم، نشوف الخيانة تاع، خلينا نخرج شوية من السياق القانوني، الخيانة تاع المخزن للجزائر ما هوش جديد. أنا يروي لي أحد المجاهدين، لا أذكر اسمه، ربما من باب التحفظ لن أذكر اسمه، يحكي لي أنه في واقعة الطائرة اللي كانت تنقل الزعماء المجاهدين الخمس الجزائريين من الرباط إلى تونس، أنه الملك الحاسم الثاني هو الذي أوشى بهم للسلطات الفرنسية آنذاك. كان حاضر هو وباباه محمد الخامس، كانوا حاضرين، وكان يفترض حسب رواية هذا المجاهد أن الملك محمد الخامس يركب نفس الطيارة مع المجاهدين الخمس. لكن ومعروف أيضا أستاذ نجيب، الملك الحسن الثاني أستاذ نجيب ما تركبش معهم، خليهم يروحوا هما في طيارة واحدة. أستاذ نجيب راحوا نعم. ومعروف أيضا أنه لما كان يبث الاجتماعات المغلقة لجامعة الدول العربية كانت تعقد في المغرب، كان يبثها أشدي قبل اختراع الأشدي للصهاينة. دونك خيانة المخزن، يعني ما نحبش نوظف واحد المصطلحات، يعني هذا اللي ما قدرش يدافع على نفسه يحتمي بعدو الأمة الإسلامية. ولك دليل فيما يحدث في هذا اليوم اليامس اليوم للتحضير لعقد جمعية تاع الاتحاد الإفريقي، هو الوحيد في الدول العربية والإسلامية اللي دار حق الفيتو، اللي قاعد يدافع باش ما ينحيوش البوند نتاع التصويت على مدى إدراج إسرائيل أو الكيان الصهيوني كمراقب في الاتحاد الإفريقي، ويقول لك إحنا يا وندافع على الشعب الفلسطيني. هاوليكم الدليل، الدولة العربية الإسلامية الوحيدة اللي عرضت واتخذت هذا الموقف هذا، علاه سؤال مطروح. دونك الخيانة تاع المخزن للجزائر ما هي جد. أنا والله تسمح لي قبل ما تروح للفكرة أخي علي، أنا من هذا المنبر تاعكم نزيد نوجه نداء الرئيس الجمهورية، ماذا بينا هو والقيادة العسكرية تاعنا، يعلنوا خط الحدود بين الجزائر والمغرب منطقة عسكرية محرمة، اللي يدخل ثم تشعل فيه النار. علاه؟ لأن المخدرات، السموم تاع المخدرات مازال تدخل لبلادنا للدرك. وجدوا فيها جنرالات المخزن، وجدوا فيها تجارة مربحة، ملايير الدولارات تعود لهم، مقابل يبعثوا لنا السموم وحنا ولادنا مساكن يسلكوا ويدخلوا الحبس. اللي يتحكم ب 100 غرام يدي 10 سنين حبس. السجون الجزائرية مملوءه بالابناء بالشباب تاعنا اللي تورطوا في عمليات المتاجرة تاع المخدرات بفعل السموم التي تدخل عندنا من الحدود المغربية. فحبذا لو يتم إعلان خط الحدود بين الجزائر والمغرب منطقة عسكرية محرمة، هكذا هذوك اللي يجيبون المخدرات للمغرب اللي يدخل الخط تاع الحدود تشعل فيه النار. والآن ربما سيدنا نجيب، نعم. سؤالي كان حول كيفاش نتعاملوا قانونيا مع هذه الأطراف تاع الخارج، هذا بأي طريقة يعني عندنا دول، عندنا تنظيمات إرهابية ضدهم الإجراءات طبق القانون. الآن تحقيقات بشأن هؤلاء الأشخاص، الحجز تحت النظر 12 يوم، بعد 12 يوم عند الضبطية تحال ملفات تاعهم للنيابة العامة، والنيابة العامة تتخذ الإجراءات توجههم الاتهام ويحالون أمام السيد قاضي التحقيق، لأن الأوصاف تشكل جناية. وأنتظر أنه السيد وكيل الجمهورية المختص يدير ندوة صحفية عملا بحكم مادة 11 من القانون لتوضيح الرأي العام حول خلفية هذا. بالنسبة للأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني واللي ذكرهم هؤلاء الناس، هذا طبيعة الحال ستصدر ضدهم، ستوجه لهم استدعاءات في العناوين تاعهم المعروفة، كي ما يجيوش تتحول إلى أوامر قبض دولية. وهنا تتدخل الدبلوماسية الجزائرية
لحث تلك الدول باش تسلم. وبالنسبه للاطراف ربما في الكيان الصهيوني ما عندناش معاهم علاقه دبلوماسيه. نعم مثلا الاسماء نعم. التي تقيم في الكيان الصهيوني من الصهاينه ما عندناش معاهم علاقه دبلوماسيه، كيفاش يكون؟ لا هذا تصدر ضدهم اوامر بالقبض دوليه ويتم نشرها عبر الشرطه الدوليه الانتربول. يعني يمكن الشرطه الدوليه منتشره في كل مكان، يمكن لها الاشخاص يهبط في مطار دولي معين عندنا معه علاقات مليحه يتم توقيفه في ذلك المطار وتسليمه للسلطات الجزائريه. اعتقد ان صله الكيان الصهيوني بهذا الوقائع هذه هي صله استخباراتيه، لانه كثير من المحللين تكلموا وعطوا بالتدقيق وفرحات مهني ما كذبش وما ردش، قال انا كنت معك في البلاطو تاع البلاد اعتقد وين ابن الشهيد ميرا ذكر باللي فرحات مهني يتلقى راتب شهري فعلا 4000 يورو ويتلقى ما يقارب اذا ما خانتنيش الذاكره 400000 يورو من الاستخبارات المغربيه. صحيح. تاع المخزن والا هذا منين يتنقل وهاز الطيارات ويظهر كل مره في اسرائيل رايح جاي ومنا الان دكتور العيد زغلامي، في رايك هل ترى انه ربما الإعلام الغربي والعالم راح يهتم بهذه القضية أم أنه دائما عنده هذه الموازين المختلفة والمختلة؟ لا أو النظرة المتصهينة؟ صديقي العزيز، لا تنتظر من الآخرين ما يجب أن تقوم به أنت. هذا الأمر. النقطة الأولى الآن هو على السلطات الجزائرية أن تجند وأن تكثف كما قلت من والسلطات الأمنية تكثف من العمل الاستخباراتي والاستعلاماتي، ثم على وسائل الإعلام المرافقة الإعلامية للخطاب للحقائق. هذا اللي غايب إلى حد الآن، أقولها بمرارة، إلى حد الآن وسائل الإعلام تقوم بدورها في مرافقة، في تفسير، في توضيح ما يحدث، وكأن الأمر يهم فقط مصالح الأمن. هذا هو الخطر. ثم النقطة الأخرى، ماذا تفعل وسائل الإعلام؟ ماذا تفعل الجهات الأخرى؟ ماذا تفعل السلطات السياسية، الأحزاب السياسية لغيرها؟ عليها أن تدرك الجو. النقطة التي أريد أن أقولها إضافة إلى ما أضافه الأستاذ الكريم هي على السلطات العمومية الجزائرية، عفوا السلطات السياسية العليا، أن تربط إعادة العلاقات الجزائرية بالفرنسية بهذا المشكل، بحل قضية تواجد الإرهاب اللي راكم ترعوا فيه. ليس منطقي أن نترك في العاصمة الباريسية في باريس منظمة إرهابية وهي محمية من طرف فرنسا وتدعي الحرية وغيرها، مش منطقي. فكيف تكون علاقات عادية بينك وبين فرنسا؟ ما غير منطقي. تصور كما قلت لو أن تواجد كيان منظمة إرهابية في الجزائر، ما تسمى إرهابية بالنسبة لفرنسا في الجزائر، الولايات المتحدة تحارب وتطرد وتبحث عن في كل منطقة من العالم من كل منظمة إرهابية التي قذفت الولايات المتحدة. رأينا ماذا حدث في 11 سبتمبر 2001. إذن لماذا ما هو ما يطبق من طرف الآخرين الجزائر غير تسنى منه؟ لهذا نظن حان الأوان على السلطات الجزائرية أن تكون أكثر فعالية وأكثر واقعية وأكثر هجوم، لأن الكيان الجزائري في خطر. إذا بقينا في الحميميات في الدبلوماسيات فنظن، وأكثر من هذا كما قلت، علينا أن نكون يعني أكثر فعالية، وعلى الدبلوماسية تنشط في الخارج، على وسائل الإعلام أن توضح ماذا حدث وماذا يحدث وترفع كل التباس والتأويلات الخاطئة. إذن لهذا مهم جدا على عاتق السلطات العمومية، السلطات السياسية تقوم بدورها، على السلطات الأمنية أن تكثف من العمل الاستخباراتي والاستعلاماتي، وعلى وسائل الإعلام والطبقة السياسية أن تورط نفسها في تفسير ما يحدث وتوعي المواطن، لأن المواطن يكاد يكون غيرها مهتم وكأن الأمر لا يهمه وكأنه نعم. شأن حكومي أو دولة فقط. نعم أستاذ نجيب بيطام، الفتن والتقسيم وإثارة الحروب الداخلية هذا وظيفة وربما من الهوايات المفضلة للموساد الصهيوني. هذا هو الجيل الرابع، هذه مواصفات الجيل الرابع. وظيفة كبيرة شاهدناها في العديد من الدول، حتى بعد ما حصلت الأحداث ربما انفصال جنوب السودان عن السودان، الموساد عنده مكاتب في إربيل في شمال العراق،
وعنده 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 حتى في ليبيا، حتى في ليبيا، ليبيا مثلا فيه كان حتى وصلت حتى الى امام لاحد التنظيمات المتطرفة ثبت انه عضو في الموساد وتم كشفه بعدها. هذه الروايات وهذه الحقائق كيف ينبغي ان ننظر اليها كجزائريين؟ لانه دائما لما تاتي مثل هذه المعلومات ومثل هذه الوثائقيات ومثل هذه الادله يجي هنالك وكانه في حمله تشكيك في وسائل التواصل الاجتماعي. شوف هذا الجواب على سؤالك هذا موثق، موثق، اي واحد يدخل يوتيوب يسيب فيه عميل استخبارات صهيوني صرح ودار تصريح شهير منذ عديد من السنوات قال لماذا نزج بجنودنا في حروب مع العرب ليموتوا؟ لقى الحل، قال الآن نديروا الحروب، نصوروا الحروب، الفتنة الحروب من عندهم من الدخل. ونحن في الجزائر مررنا بهذه المحاولات، الأحداث التي شهدها الجنوب الجزائري في ورقلة، إخواننا في ورقلة، إخواننا في غردايا، التظاهرات، المظاهرات اللي نضت في هذه المناطق قثبت مع الوقت بالتحقيقات أنه اليد الأجنبية هي التي كانت تحرك في محاولة منها لتفجير الوضع من داخل الجزائر. الحمد لله فطنة الجيش الوطني الشعبي وفطنة الشعب الجزائري، لأنه لم ينساق وراء هذه المحاولات، والآن أصبح من يوم إلى يوم يكتشف هذه المخططات التي تحاك في مخابر أجنب، آخرها محاولة الدولة الفرنسية التي لم تتحرر بعد من عقدتها الاستعمارية، محاولتها من لي يد الجزائر من خلال تصريح تاع الرئيس ماكرون. هذا الرئيس الذي يأخذ في الصفعات في كل يوم خذا صفعة سياسية واقتصادية كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية في قضية الغواصات 12، ورئيسه هذا الذي يتجنى على الدولة الجزائرية وعلى الأمة الجزائرية يأخذ صفعة كلما نزل إلى الشارع من مواطنه، كل ما يهبط للشارع يدي كف ويدي حبابيه، وإذا كف يدي العظمة، يدي العظمة. هذه العقدة هذا صغير على الجزائر، صغير الجزائر، كبير عليه مش يتكلم فيها. أشكرك جزيل الشكر. كبير عليه، كبير عليه ياسري. وأشيد وليس من باب المداهنة إطلاقا، أول مرة منذ الاستقلال يحق لنا أن نعتز كشعب جزائري بردة فعل سياسية كبيرة بزاف بزاف أشاد بها الإعلام الغربي والإعلام العربي والإفريقي. الصفعة اللي اعطيناها لهم استدعاء السفير وحظر عبور الطائرات العسكرية الفرنسية. أشكرك. على الأجواء الجزائر عمرها لا صارت من الاستقلال. أشكرك جزيل الشكر. هذا كف، هذه صفعة ثانية واحدة أخرى أعطيناها لهم باش يفهموا باللي الجزائر تاع اليوم ماهيش الجزائر تاع بيه. الجزائر سيبون وقفت دروك، أصبح لنا يعني مجال للفخر والاعتزاز، نحن على مشارف أن نصبح دولة عظمى عندنا كلمتنا، وهذا ما لا يرضي فرنسا. أشكرك دكتور زغدامي. تعليق قبل الختام. قبل الختام هو تحصين الجبهة الداخلية، ليس كلاما فقط، حقائق عن طريق حرية التعبير، عن طريق دمقرطة الفضاء الإعلامي، عن طريق العدالة الاجتماعية، عن طريق دولة القانون، مكافحة الرشوة، مكافحة البيروقراطية، كل الذي يجعل من المواطن يثق في بلده، لأن هناك يقد تكاد يكون تكون فجوة ثقة بين المواطن والبلد. ارتفاع الرهيب في الأسعار هو لا أكثر ولا أقل معارضة بشكل آخر، المضاربة هو نوع من المعارضة السياسية. لهذا على الدولة الجزائرية أن تكون أكثر إنصاف وأكثر عدالة وأكثر دمقراطة، هذا اللي منتظر من السلطات العمومية. أشكرك جزيل الشكر. شكرا دكتور العيد زغلامي أستاذ الإعلام الجامعة الجزائر. الشكر موصول أيضا للأستاذ نجيب بطام المحامي، كنت معنا عبر سكايب. كما أشكركم مشاهدينا على كرم المتابعة في حلقة اليوم. ألقاكم بخير. سلام الله عليكم.